السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا حبيت تعمل ايرور بيج، يعني احنا نعرف لو تجي تكتب اي رابط صغير موجود بالراوتس، فمن تضغط انتر راح يطلع لك ال 404 not found. في بعض الناس تحب تغير هذا البيج وتعمل فد شيء مناسب لموقعها. طبعا في جوجل مجرد تكتب ايرور بيج HTML راح يطلع لك مواقع كثيرة، ممكن انه انت تختار اي موقع وتحمل من عنده، بس لكن تابع الترخيص لان في اوقات يطلبون من عندك انه تذكر يعني تذكر صاحب التصميم. تمام، وهنا اتاكد انه هو يكون على سبيل المثال HTML زين، حتى لو كان صفحة PHP عادي ما عندك مشكل زين. فتختار البيج اللي تشوفه انت مناسب واللي تشوفه انت جميل وما عندك مشكلة انه تضيفه بالموقع مالتك، بس مثل اللي قلت لك يعني لازم يكون عنده يعني ترخيص. تمام، فأي صفحة كان مثلا تقدر تشوف هذا الديمو. طبعا من كود بن، لاحظ عاملة بهذه الصورة زين. خلينا نجي نشوف مثلا مور انفو اند داونلود، لاحظ هذا راح يصنع لك بهذه الصورة بيج. يعني طبعا هذا ال HTML مالته، هذا ال CSS مالته، هذا ال JavaScript مالته، فتقدر تختار الشيء المناسب. طبعا في مواقع ايضا سهلة اكثر، يعني الفري فونت اند، هذا اغلبها يعني بسيطة تكون الصفحات مالته زين، لانه انت ما تحتاج غير بس لاحظ ديمو ان كود، فراسا راح يطلع لك اياه بهذه الصورة. اوكي، فحقيقة في مواقع كثيرة جدا جدا جدا. شوف لاحظ هنا ديمو ان كود زين، لاحظ هذا مثلا، لاحظ حتى الماوس يتغير تشوف. فهو يحتاج الى HTML وهذا CSS مالته على سبيل المثال، تقدر تعمل له فايل خاص له. وهنا على فكرة عندك مثلا export اوكي، بس لكن الاكسبورت لازم تعمل لوجن، فيخيرك يعني انت تريد تعمل لوجن بالجيت هاب او بتويتر او بفيسبوك، اختار شوف شنو المناسب لك واعمل لوجن بيها. طيب بعد ما عملت لوجن، لاحظ هنا عندك الاكسبورت شغال، مثلا اكسبورت دوت زيب فايل، فهو راح يحضر لك اياك زيب فايل وتضغط على الداونلود يحمل لك اياه من الموقع. عفوا، فبعد ما نزل لاحظ هنا موجود عندك زين. وش تحتاج انت؟ لاحظ هذا منطق اياه ديست، فعندك ال CSS وعندك ال Index HTML زين. شو تسوي انت؟ شوف بالنسبة لل CSS فانت تحتاج تضعها وين؟ تضعها في المشروع، احنا مشروعنا كان اسمه بلوج، تجي لبوبليك مثلا، طبعا هذا الصفحة مو موجودة اوكي. تجي هنا مثلا تجيب ال style.css، تقدر تخليها بفولدر او تقدر رأسا انها تخليه بكيفك زين. وعندك ال index.html، شلون تجي تعدلها؟ شوف هذا ياخذ من الفيو، يعني طبعا هو الفايل مالته هو بالاكسبشنز handler.php، هذا هو المسؤول عن المشاكل، بس هو ضمنيا يطلع لك ال 404 ايرور في حال اذا اكتشف انه في الفيو ما عندك فولدر خاص بالايرورز. فباللارافل 6 و7 و8 تقدر بالفيو راسا تعمل فولدر تسميه ب ايرورز، انتبه على الكتابة ايرورز بهذا الشكل، تضغط انتر وفي داخلها مثلا تعمل فايل تسميه 404.blade.php. فهو اول ما يجي يشتغل الهاندلر، ومن تجي انت تعمل ريكوست على سبيل المثال، احنا قلنا هنا تعمل ريكوست، اول شغلة يجي تشيك الهاندلر، يجي تشيك الفيوز، هل في فولدر اسمه ايرورز؟ واذا في فولدر اسمه ايرورز، هل يمتلك 404.blade.php.blade.php؟ اذا لا، اذا هو راح يطلع هاي الصفحة، اذا نعم راح يطلع الصفحة اللي موجودة هنا اللي انت صانعها زين. احنا حملنا المشروع
اقدر اعمل له رايت كليك اوبن مثلا بالسبلم تكست، يعني اي تكست اديتر، بس انت تريد تعمل شنو كنترول اي كنترول سي حتى تطبعها وتجينا تعملها بيست بس. بعدين هذا انا ما احتاجه زين. بعد ذلك تجي هنا مثلا اذا تريد تغير فد شيء معين هنا، طبعا مثلا التايتل ما تتغيره تسميه بلوج او تسميه باسمك. على سبيل المثال شنو عندنا بعد هنا؟ اوكي هذا ال ستايل زين style.css. فايش تحتاج انت؟ تحتاج وقف المشروع شغله من جديد حتى تطمن كل شيء تمام. هنجي نقول له ريفرش، لاحظ تغير الى هذا الشكل، هذا البوتوم. يو كان جو ناو فور اكزامبل، تعمل ريفرش، لاحظ يظهرك بها الصوره. ف وايضا ريسبونسيف، لاحظ كم هو جميل. فتقدر انه تختار الايرور بيج اللي يعجبك وتصممه بالصوره اللي تشوفها مناسبه. طبعا تقدر انت تصممها، وتقدر لا تاخذ مثلا قالب جاهز وتعدل عليه شويه وخلاص. نوقف هنا، نكمل وياكم الدرس القادم، مع السلامه.